أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يباع في الأسواق تمثال مثل الجمل وبعض الألعاب للأطفال فيها. يباع في الأسواق؟ نعم، يباع في الأسواق تمثال مثل الجمل. إيه. وبعض الألعاب، بعض ألعاب الأطفال فيها موسيقى وأغاني، فكيف نغير هذا المنكر؟ وهل يجوز أن نجلبها لأولادنا وأطفالنا؟ هذه فيها منكران. المنكر الأول الصور والتماثيل، هذا حرام، لا يجوز جلبه لأولاده. الأمر الثاني فيها الموسيقى والأغاني، وهذا أيضا لا يجوز بيعه وشراؤه وجلبه للأولاد. وفيه ألعاب ما فيها هذه المحاذير، تشتري لأولادك منها اللي ما فيها محاذير، لا تماثيل ولا موسيقى وأغاني. نعم.